البيضاء على أعتاب مرحلة جديدة من الحسم والتحرير، تطور كشف عنه محافظ المحافظة نائف القيسي الذي أوضح أن الهدف من وراء تطور كهذا قطع واحد من أهم شرايين الإمدادات العسكرية التي تمد القوى الإنقلابية بالسلاح والتموين والذي يمر عبر المحافظة. المحافظ القيسي أوضح أن قيادة الأركان العامة تقوم حاليا بتجهيز وحدات من الجيش الوطني في معسكرات بمأرب بإسناد من اللواء 117 وقيادة المحور والقوات الخاصة والنجدة، انتظارا لساعة الصفر وتحرير الخط الرئيسي للمحافظة. نشوف ما هي الاحتياجات المتبقية. الموضوع ذاته كان محل نقاش جرى بين المحافظ ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات عبد العزيز جباري بحضور قائد محور البيضاء وعدد من القيادات العسكرية. المقاتلون في الجبهة التي لا تهدأ هنا في البيضاء يمهدون لتلك اللحظة بمواجهات لا تكاد تتوقف مع ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح الإنقلابية، كما في مديرية ذي ناعم ومديرية الزاهر، حيث شهدت هاتان الجبهتان قتالا متقطعا على مدى الساعة الماضية. يقاتل الإنقلابيون في البيضاء باستماتة دفاعا عن هذا الخط الذي يؤمن لهم الإمدادات ويطيل معركتهم ضد الوطن واعتداءاتهم الدموية على اليمنيين منذ أوائل العام 2014 وحتى اليوم.